موضوع عودة الخليج إلى لبنان، شو عم بيصير؟ هلا الإخراج كان أن البيان اللي طلع من الرئيس نقاتي واللي اعتبر أنه ضرورة أنه لبنان، يعني هالكلام اللي أصلا مكرر كان يقوله الرئيس نقاتي من أشهر، من لما ترك السفير السعودي لبنان. ولكن ليش اليوم كانت أو بهالفترة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات تجاوبت إذا بدك أو تلقفت كلام الرئيس نقاتي؟ لأن بصراحة المملكة العربية السعودية كانت طلبت من الصف الأول في الطائفة السنية الكريمة عدم الترشح للانتخابات، ومن بيناتهم الرئيس ميقاتي. وعدم ترشح رئيس ميقاتي ورئيس السنيورة إضافة إلى الرئيس تمام سلام وقبله الرئيس سعد الحريري كان بطلب واضح من المملكة العربية السعودية. بهدف تلبية هذا الطلب اعتبرت المملكة أنه إذا بدك يعني حصل تجاوب من كل أقطاب الطائفة السنية مع المملكة، فبادرت برد الجميل إذا بدك. وهناك كلام عن عودة السفير البخاري إلى لبنان وعودة أيضا السفير اللبناني إلى المملكة العربية السعودية بهدف. طب يمكن المملكة العربية السعودية أرت الواقع الانتخابي قبل الأمريكان وحلفاء بلبنان، وشافت اللي كنت عم تتفضل فيه قبل شوي انه ما في يعني الواقع الانتخابي بلبنان، واقع الشعب اللبناني وهذا التقسيم بدل انه المقاومه بكل اطيافها وحلفائها التيار الوطني الحر لها ثقل ولها الاساس، يعني قادره على الاحتفاظ بالاكثريه. انسحاب المملكه العربيه السعوديه نتيجه كما قلت بتصور معك او مع بمقابله اخرى، الهدف الأساسي منه كان معاقبة حلفاء أكثر من معاقبة باقي اللبنانيين، لأنه أداء حلفاء السيء هو اللي وصل إلى ما وصلنا إليه. لماذا تغييب الصف الأول إذا بدك أو قادة الطائفة السنية، مع احترامنا لكل الأسماء الباقية، قد يكون نوع من سحب الشرعية إذا بدك الميثاقية، وإن كان بمعنى الميثاقية موجودة لأنه في نواب من الطائفة السنية رح يكونوا موجودين، ولكن عم نحكي عن الميثاقية السياسية إذا بدك، إنه لا يوجد هذا الثقل من الطائفة السنية الكريمة في هذا في هذه الانتخابات في هذه المرحلة. حسب ما يقول بعض المقربين من الرئيس سعد الحريري، وهذا الكلام قيل للرئيس سعد الحريري وأيضا للرئيس نجيب ميقاتي، إنه المرحلة القادمة مرحلة صعبة جدا ومرحلة خلط أوراق في العالم وفي المنطقة، ولا تحبذ المملكة العربية السعودية أن يكون الاشتباك داخل لبنان من خلال هؤلاء الحلفاء، فهي تفضل الحوار حسب وجهة نظرها مع إيران، يعني حل الموضوعات على الكبير ثم لاحقا مع سوريا. وما فيك تفصلي زيارة الرئيس الأسد. في تناقض شوي بالحكي أستاذ حسن، يعني في فريق كبير هون عم نرجع نشوف صورة اللقاء، بدء اللقاء في عين التينة مع وزيرة خارجية إيران، وأكيد ده كان من الصبح قد وصل إلى لبنان لإجراء العديد من اللقاءات السياسية. أستاذ حسن أكيد بانتظار يعني الانتهاء من هذا الاجتماع، يعني كانوا يقولوا أنه هدف السعودية هو خلق الفتنة الداخلية، لفريق منكم يعني من حلفائكم انه هدف السعوديه خلق الفتنه الداخليه. طب هلا عم بتقول حضرتك قالوا الاستاذ الحريري بالكلام لما علق عمله السياسه، قال انه انا ما بدي هو قاله. لا انا عم اقول انه في جزء منكم من فريقكم السياسي بيتهم السعوديه انه هي بدها تخلق فتنه داخليه بلبنان. رئيس سعد الحريري ما بيتهم السعوديه. رئيس سعد الحريري لما علق عمله السياسي كان في اشارات واضحه بكلامه انه انا عملت تسويات دفعت ثمن التسويات اللي عملتها وثمن عدم قبولي بالذهاب اللبنانيين الى تصادم الى فتنه سنيه شيعيه. طيب بس برايك انت لا مش عم بقول لك السعوديه، لا بس انه انا عم بسالك برايه السعوديه ولا بقصده هو الفريق الهيمنه اللي حكي عن لانه هيمنه ايرانيه. مين دفع الثمن؟ ايران. مين دفع الثمن واخرجه من المشهد؟ إيران أو حزب الله، حركة أمل أو المملكة العربية السعودية؟
استاذ حسن، اذا بدنا نعمل، وانا بدي اسالك اذا بدنا نعمل نقد فعليا يعني لهذه، انا مش عم بقول انه المملكه العربيه السعوديه بدها فتنه بلبنان، مين انا عم بقول مين كان لمصلحه الحزب انه يكون رئيس حكومه، مع مين كان في تعاون اكثر للملمه الشارع الداخلي؟ الرئيس سعد الحريري. طيب يعني مين اللي طعن بالرئيس سعد الحريري اللي يعني دعم التيار الوطني الحر على حساب الرئيس سعد الحريري، اللي دعم صلاحيات رئاسة الجمهورية على حساب رئاسة الحكومة؟ نتذكر كثير من يحصل مشكل كثير كبير وقت تشكيل الحكومة اللي بقيت 9 شهور. نعم. بين كان مكلف الرئيس سعد الحريري. نعم. لما كان التيار الوطني الحر عم يطالب بثلث معطل، طلع السيد حسن نصر الله على التلفزيون وقال انه هذا المطلب غير منطقي، ولما اخذنا ثلث معطل كنا فريق كامل اللي هن ثنائي زائد التيار الوطني الحر. وقتها التيار الوطني الحر كنا قبل شوي عم نحكي عن الهجوم اللي عمله الوزير باسيل على السيد حسن على الحزب، كان من ضمن اتهاماته انه كان واقف مع الرئيس سعد الحريري ضد التيار الوطني الحر. وباخر لاول مره الحزب كانوا علنا حزب الله تحديدا، الرئيس بري معروف حلفه او تغطيته للرئيس سعد الحريري من قبل الرئيس نبيه بري ودعمه نتيجه هالاعتبارات، لانه يمثل الطائفه او الاكبر ممثل لطائفته، ولسبب الحساسيه والسنيه الشيعيه والواقع اللي كان موجود حرب داعش وما الى ذلك، كان بحاجه الى هذا العنصر المعتدل في لبنان لمنع البلد للذهاب الى ما ذهبت اليه سوريا والعراق وغيره. كان حزب الله واضح بموقفه انه مع الرئيس سعد الحريري وداعم للرئيس سعد الحريري، وحاول يوقف بالوسط. بالاخر ما بدنا نعمل المبدا اللي بيعمله الوزير جبران باسيل، انه اذا هو حليف مع الحزب بده الحزب يكون معه بكل شيء. الحزب كمان هو حليف مثلا بالمشكل الدائم بين حركه امل وتيار الوطن الحر، بمواقف الحزب الله مؤيد للحركه، بمواقف مؤيد للتيار الوطني الحر، هي وجهه نظره، هو حر عنده تقييمه للموضوع. بموضوع تكليف الرئيس سعد الحريري ودعم الرئيس سعد الحريري، واحده من الاشياء اللي تشكى او يعني وشي على الرئيس سعد الحريري بالمملكه العربيه السعوديه انه حليف من تحت الطاوله لحزب الله، صح ولا لا؟ يعني هذه واحده من الامور اللي اتهم فيها الرئيس سعد الحريري ودفع ثمنها. طيب باخر مقابله للسيد حسن نصر الله مش قال انه بعث له للرئيس سعد الحريري وتمنى عليه انه ما ياخذ هذه الخطوه ونحن حدك وجنبك؟ لا، ما في حدا يقول اوكي منه مع سعد الحريري بالمطلق. هذا عم يأذي بشكل غير مباشر يعني. اذا عفوا مش عم يعمل معه منيح للزلمه. طيب وقت اعتقل او احتجز او صارت المشكله معه للرئيس سعد الحريري بالريتس او بالمملكه العربيه السعوديه، شو كان موقف الحزب؟ شو كان موقف النائب بهية الحريري؟ وكلنا بنعرف، كل الصحف تعرف انه لجأت الى الثنائي الى السيد حسن نصر الله ورئيس نبيه بري لاتخاذ هذا الموقف، واتخذوا هذا الموقف اضافه لرئيس الجمهوريه وكمان للوزير باسيل، عملوا هذا الشغل اللي رجع سعد الحريري او ساهم باعاده الرئيس سعد الحريري اضافه لماكرون وغيره. الفكره لا، كان في واضح حزب الله كان له مصلحه، الثنائي بشكل عام له مصلحه انه يكون سعد الحريري رئيس للحكومه لاسباب وطنيه ولأسباب طائفية بالمعنى الإيجابي، بمعنى أنه الذي يستطيع أن يطمئن هذه الطائفة ويعبر عن هواجس هذه الطائفة وهو الممثل الأكبر لهذه الطائفة هو الرئيس سعد الحريري. هل أدحش من الموضوع؟ وين طعنوا؟ بالعكس يعني اليوم العلاقات إذا بدك والتواصل ما زال دائما وقائما بين الرئيس سعد الحريري وبين الثنائي على قدم وساق، والعلاقة جدا إيجابية بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري والحزب الله وحزب الله ايضا بطريقه او باخرى. نعم، هناك نوع من التواصل، وبرجع السيد حسن نصر الله قال انه بعث له مع احد الاصدقاء المشتركين، يعني هناك تواصل.